روح توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية في انطلاقات صباح هذا اليوم في رابع أسابيع هذه المكرمة، مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، حيث ينطلق رابع الأسابيع من خلال هذه الانطلاقات في ميدان الأهباب لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. ويأتي مشاهدينا الكرام هذا السباق في هذا اليوم بالنسبة لسن الحقاقة على مدى 10 أشواط ولمسافة 3 كيلومترات. ترحيبنا بكل الأخوة الحاضرين المتابعين لهذا السباق في صباح هذا اليوم، ترحيبنا بكل من يتابعنا أمام الشاشات في هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة من ميدان الأهباب ميدان الذهب. نسير بحضراتكم في هذه البداية الموفقة في أول الأشواط الصباحية، حيث تتواجد البداية الأولى هنا مشاهدينا الكرام من قبل ضجة عبد الله بن مصبح الاجتبي يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك تتواجد حشمة سعيد بالهناوي الاجتبي يحتل الآن المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت من خلاله أمنية والأماني كبيرة يا بن دحروي، سالم بن محمد بن دحروي العامري يتجول نحو المركز الثاني. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام خليفة بن سالم بالضبيع الاجتبي ليقدم المايدية وتحتل المركز الأول. أما المركز الرابع فهناك المايدية الأخرى ناصر بن ساعد الهاشمي، والمركز الخامس في هذه الانطلاقة اللي وصلت الجزيرة مايد بن ثاني بن بليشة يحتل الآن المركز الخامس. هكذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، المراكز الخمسة الأولى المتقدمة وجوائزنا حتى الخمس المراكز الأولى. أول الأشواط الصباحية وباكورة النشاط في ميدان الأهباب، ما شاء الله تبارك الله، مجموعة لا بأس بها من إلى أبكار الحقاقة اللي تنطلق وتسير وتشارك القمة وتشارك المنافسة. لكن بالضبيع لا زال مسيطرا على مقدمة الشوط، سالم بن محمد وخليفة بن سالم بالضبيعة يتقدم مع وجود المايدية. المايدية لازالت متقدمة المايدية في هذا السباق. أما المركز الثاني وصلت التحفة الأخرى، وصلت أمنية وصلت، ولكن هذه المايدية الأخرى ناصر بن ساعد الهاشمي يحتل الآن المركز الثاني. الكيلو الأخير لتقرع الأجراس مشاهدينا الكرام وتنطلق من خلاله الأنواع القوية الأنواع المميزة. نشوف بدأت المشاركة، بدأ التدخل السريع من خلال تواجد هذه دردشة 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 لسعيد بن عبيد بالضبيعة، وصل خذ المركز الثاني. المركز الثالث هذه مشاهدينا الأعزاء حشمة سعيد بن هناوي الاجتبي، ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى التغيير. التغيير من قبل المايدية الأخرى، غيرت ناصر بن ساعد الهاشمي يغير مشاهدينا الكرام. يلا ساعد نفسك بنفسك يا بن ساعد، لا زال على المركز الأول، لكن أشوف الجموع من ناق واللي وصلت الآن هذه حشمة سعيد بن هناوي الاجتبي. يا سلام مع ال 500 متر الاخيره الاخيره انتزعت حشمه المركز الاول، اسم على مسمى، حشمه وتبغي مركز الحشمه، حشمه وتبغي مركز النشاط ومركز التحيه. ها هي حشمه مشاهدينا الكرام الى صداره هذا الشوط. يا سلام يا بن هناوي لا زال مسيطر، لا زال مسيطر سعيد بن هناوي الاجتبي. هناك المايديه تحاول ناصر بن ساعد الهاشمي. اللحظات الاخيره، يلا يا بن ساعد، اللحظه الاخيره، اللحظه المثيرة وتسلل إلى المركز الأول، تسلل إلى المركز الأول، تحول إلى الناموس يتجول. تهانينا والناموس ناصر بن ساعد الهاشمي على فوز المايدية بالمركز الأول. المركز الثاني هناك حشمة لسعيد بالهناوي الاجتبي. المركز الثالث سعيد بن عبيد بالضبيعة ياتي المركز الثالث. المركز الرابع خليفة بن سالم بالضبيعة مشاهدينا الكرام، بينما المركز الخامس اللي وصلت مياس السيف بن سالم بضبيع. هكذا مشاهدي الاعزاء التوقيت الزمني
أربع دقائق 41 ثانية. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ناصر بن ساعد الهاشمي.